قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم في هذا البيت العامر والمسجد المبارك الذي له من التاريخ ما نسأل الله عز وجل أن يمضي لنا جميعا ولكم نيتنا في طاعته وهجرتنا إليه، وأن يكون ويبقى منارة لنشر الخير. وقد روى مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ونحن نعتقد أن أسعد الناس بذلك هم السلفيون الذين يدينون بهذا المنهج، منهج الوحي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا المعنى واسع يجتمع عليه فئام من الناس في شتى بقاع الأرض ممن يدينون بهذا المنهج الذي له أصول معصومة وضعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الذي أوحى الله عز وجل به إليه. هذا المنهج السلفي هو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فالسلفية هي الفهم الصحيح للإسلام. هذا المنهج يجمع ولا يفرق، وهذا المنهج يسعى بالناس ويأخذ بأيديهم إلى جنة الله سبحانه وتعالى. هذا المنهج يصلح الدنيا بالدين. هذا المنهج الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفخر بالانتساب إليه، ينبغي أن يعنى أصحابه خصوصا في هذه المدة التي نحن فيها بعد هذا الخير الذي جاء الله عز وجل به من هذه الظواهر التي نراها. رئيس والحمد لله عز وجل، صاحب مشروع، ومجلس وزراء فيه كثير ممن ينتمون لهذا المنهج، ومجلس شعب وشورى وقيادات، هذه كلها مبشرات وإرهاصات إن شاء الله تعالى على طريق التمكين لهذه الدعوة المباركة، دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا كان هذا الأسبوع المبارك في هذا المسجد المبارك، ومن حسن تقدير الله عز وجل أن تكون بداية هذا الأسبوع مع فضيلة شيخنا المبارك الشيخ سعيد عبد العظيم، الذي هو من قد عرفتم، والذي نسأل الله عز وجل أن يسدده وأن يؤيده وأن يوفقه وأن يجري الحجة على لسانه، وأن يفتح لما يقول من الحق مغاليق القلوب والأسماع. لا أطيل عليكم، فالمقام ليس مقامي، ليتفضل مسددا مؤيدا إن شاء الله تعالى. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الآونة التي نعيشها بتقرب من الأذهان صورة البعث الإسلامي والتمكين وعودة الخلافة الإسلامية، وتقول سبحان من يحيي العظام وهي رميم، مرحلة كما سمعنا بمثابة مقدمة أراها بين يدي حدث ضخم، ولتعلمن نبأه بعد حين، لا نرجم بالغيب، وإلا فكل مقدمة لها نتيجة، وإذا أراد الله أمرا هيأ له أسبابا. فترة بمثابة إرهاص بين يدي
حدث ضخم، ولله أوس آخرون وخزرج، وإلا فكانت نبرات اليأس لربما انتبت الكثيرين. كيف تبعث هذه الأمة؟ وكيف تقوم من رقدتها؟ كيف تعاود الاستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله؟ كيف سنحكم بشرع الله؟ بل تعدى اليأس والقنوط حتى إلى الدعاء. ولعلكم وتلمسون ذلك بلسان الحال والمقال، كان البعض يتساءل ما قيمة الدعاء في رمضان وما قيمة الدعاء في الحرم، وكل سنة على الأقل لم تكن طبعا دعوات صالحات في الصلاة وغير الصلاة، بالعز والنصر والتمكين، وأنت لا ترى عزا ولا نصرا ولا تمكينا. الأمر الذي انتهى، الكثير لا أقول القليل، الكثير من النفوس بنوع من اليأس، بنوع من القنوط، هذا واقع. فلما نشاهد هذه الملامح لابد أن نستبشر الخير، بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، والواقع يصدق. وكأني بالأمة تولد من جديد، وكأني أيضا بالرئيس أو الحاكم أو ولي الأمر أو الإمام هو الآخر ولد من جديد. ولا تستبعد ذلك، ولا تستبعد ذلك. أنا أرى آيات بينات تقول ما قام عبد لله مقام ذل إلا وأقامه الله مقام عز، تشاهد ذلك بعينيك. ما قام عبد لله مقام ذل إلا وأقامه الله مقام عز. معتقل الأمس يصيرون هم القادة اليوم، هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى. بلال الذي أوذي هو الذي سيصعد على سطح الكعبة عام الفتح، هو لا أحد غيره، وينادي في المشركين بنداء التوحيد. كان عندما يؤذى يقول أحد أحد، وفي عام الفتح سيصعد. هذا من عجائب التدبير. بعض يحلو له أن يقول صدفة لا أبدا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون من أحب بلاد الله إلى الله، وهو الذي يرجع إليه. انظر عزيز الجانب صلوات الله وسلامه عليه يقول لأهلها ما تظنون أني فاعل بكم؟ يقولون خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هذا الرجل الذي تولى دون طالب، بل ربما لو قلت لم يخطر بباله، وخصوصا والواحد. كنا في السنوات التي مضت، والبعض ما زال بيعيش قصة المؤامرة، قصة ضروري في مؤامرة وضروري في كذا. لا طبعا، لا مؤامرة ولا غيره. فكما ذكرت الرئيس لم يطلبها، وبالتالي أن يعان عليها. وأنت تشاهد هذه المشاهد، البعض يحلو له أن يقول إنسان زاكي وإنسان نبيه وإنسان كذا، لا أبدا. تقول توفيق حقيقة، مسالك وتصرفات، وكل يوم حوادث وأحداث تنم عن توفيق. لا داعي أبدا لضيق الأفق، ولا داعي لتحجير الواسع. والحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. وأنت والله تحب أن يجري الخير، لا أقول على يديك فحسب، لا، هذا ضيق أفق، على أيدي البشر. كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول وددت لو أن الخلق تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه حرف، ولم ينسب إلي منه حرف. انظر، وقال أيضا ما نظرت أحدا إلا وأحببت أن يجري الحق على لسان. دي مسائل لا أقول نادرة اليوم، غير موجودة، غير موجودة. ولذلك من الصعب أن تدخل في مناظرة، لا لقصر الهمة أو الباع
لا، نيات مشوبة، كله يحب ظهور حتى ولو بالباطل. حتى لدى الإمام الشافعي يقول: ما نظرت أحدا إلا وأحببت أن يجري الحق على لسانه، لا أن يجري الحق على لسانك، هذه مسألة مفروغ منها، لا، أن يجري الحق على لسانه، فتشعر بالتوفيق والتسديد في التصرفات. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وما بكم من نعمة فمن الله. وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. أن يولد الإنسان من جديد طبعا بحكم المعرفة، على الأقل السن والاحتكاكات اليومية، أنا الواحد والله الحمد والمنة، يعني أجيال تلو أجيال كبار وصغار، والواحد يحتك بهم ليل نهار في هذه الدعوة وفي غيرها من الدعوات. أن يولد الحاكم من جديد، تقول سبحان الله، آية، آية من آيات الله. طب وهذا لا يستبعد، لا تحجر واسعة، وإلا فالبعض يرجع بالماضي، كان وكنا، لا داعي. الذي يقوله اليوم، ما الذي يفعله اليوم، هذه القضية، هذه المسألة. المهدي يصلح ربنا في ليل، يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئ ظلما وجاورا، ماذا كان قبل أن يهتدي؟ يصلح ربنا في ليلة، يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئ ظلما وجاورا، ولا حجر أبدا على سعة رحمة الله تبارك. وأنت تحكي إحنا التزمنا من 20 سنة، وأنا التزمت من 30 سنة، وكان المسألة بالأسبقي، لا، عبد الله الغلام كان أفضل من الراهب، تلميذ فاق أستاذ، هو تعلم على يد الراهب، ولكن حتفوق عليه. ما تستبعد حيأخذ حجر ويرمي به الدابة التي اعترضت طريق الناس ويسمي الله تقع صريح، يرجع يحكي هذا المشهد لأستاذي للراهب الذي تلمذ وتعلم على يديه. فما الذي يقوله الراهب؟ يقول: أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تخبر عني، والشاهد أنت اليوم أفضل مني. هذه الأمة أتت بعد اليهود والنصارى وهي خير أمة أخرجت للناس. سحرة فرعون أتوا أول النهار راغبين، طالبين للدنيا، وكانوا في آخر النهار شهداء، سيقولون لفرعون: فاقد ما أنت قاد. انظر، آيات بينات، ده والله لو قلت أنا هذا عصر الآيات البينات أنا لا أخطئ، أنا لا أخطئ. والتمكين محض فضل وتوفيق من الله تبارك وتعالى، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صابروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أن يكون الإمام والحاكم ممن يصلي الفجر، ده سيرة، بيصلي جماعة، بيخطف الناس ويعطي الناس درسا، بيلبس هكذا مثلا، أولاده هيرتحلوا للسعودية على نفقاته الخاصة، وفي مصر للطيران، ده مشاهد، ده رجل كل يوم بيعطي الناس درسا، بيعطي الناس درسا. وبالتالي أن تكون المسألة هكذا، ما هو ده الحاكم له شأن خبير جدا، الناس على دين ملوكهم قديما وحديثا، مشهد لا أقول لم يحدث منذ عشرات السنين، منذ مئات السنين هذا المشهد الذي تشاهده. ولذلك أقول إرآس بين يدي حدث ضخم ولتعلمن نبأه بعد حين. يريد تطبيق شرع الله، بل كان يتكلم عن الخلافة الإسلامية. بعض إخوانكم هو الذي رجع، قال: لا داعي للنبرة العالية، لا داعي للنبرة العالية، مستفزة، حتى استفز العلمانيين والليبراليين والشيوعيين، لا داعي للنبرة العالية. انظر، فالرجل
يطلب ويطالب بما تطالب أنت به، ويسعى في إقامة الحق في الخلق. الكلام على أخوانة الدولة والمرشد الذي يقف وراءه وجماعة التي تقف وراءه لا داعي لأن نردد كالببغاوات، لا داعي لمثل ذلك، خطأ وخطر كبير جدا. ما منا إلا وله جماعة، على الأقل جماعة البيت، تعبير دارج على الألسن، يقول لك الجماعة، يقصد الزوجة في البيت ونحو ذلك. وقال وراء كل عظيم من امرأة، أنت وراءك الدعوة السلفية، أليس كذلك؟ تخيل نفسك أنت مكان الدكتور مرسي والإعلام يهاجمك ويقول دي الدعوة السلفية هي اللي بتحكم، فلا داعي للترديد. بل أنت عندما تجد هذا الهجوم الشرس تقول أكلت يوم أكل الثور الأبيض. بل أنت لا تغتر عندما تجد المدائح في الإعلام عربي وأجنبي للسلفي، لدى السلفيين صادقين، لدى السلفيين سياسيين محنكين، تمسك قلبك بيدك إن استطعت. لا تغتر، لا تنباهر إن الإعلام الغربي بيشيد بالسلف، لا، ده مسألة وقت، دي مسألة وقت. لو جئت أنت في الحكم حتجد طعنا وتجريحا، تفتيش في الدفاتر، منذ 30 سنة كنت بتقول كذا، صعدت على المنبر في مسجد البخاري وقلت كذا، جلست هكذا كهذه الجلسة وقلت كذا وفعلت كذا، وتشهير وتشويه لا حد له. لست بالخب ولا الخب يخدعني. وكما ذكرنا الهجوم الشرس لا على جماعة الإخوان والدكتور مرسي، لا، ده هجوم على دين الله. كن على بصيرة من أمرك وأمر الناس، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، ولا زالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولا ينبئك مثل خبير. ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والرجل يؤخذ بما يقول ويفعل، كل امرئ بما كسب رهين. أنا سأحاسبك بأصل راجعي مثلا، أحاسبك أنا بالجماعة، مع الوفد وراء وفد، والشيوعي وراء الحزب التجمع وراء شيوعيين، والليبرالي وراه جموع الليبرالي، إيه المسألة؟ حنفسر الماء بعد العسر بالماء، وخصوصا لما البعض يتمادى ويرفع عقيرات ذو الفعل ذو السو. لا، مسألة ما تحتمل الوقت، فعلا وقت يحتاج إلى نوع من الفقه، إلى نوع من البصيرة. لو قلت مرحلة انتقالية لا بأس بذلك، الأمة عاشت حينا من الدهر، وأنتم لا أقول جربتم، كنتم تعيشون تعمل مع الأمن. لا يمكن أن آتي لمكان كهذا أعطي فيه درسا، لا يمكن. الظهور في فضائية من الفضائيات وكأنها تهمة كبيرة جدا، أن تعبد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى. فمرحلة ننتقل فيها إلى تطبيق لشرع الله، لابد وأن نحذر، لابد وأن نتعرف على السنن الشرعية وعلى السنن الكونية. الرجل كما ذكرت موفق ومسدد، والبعض يأبى إلا المسارعة، المسارعة بتعبيرات وكلمات، والله لو بدت من شيوعي تقول لا بأس، كل إناء بما فيه ينضع، لو أتت من ليبرالي من علم لا بأس، ولكن ده حين أنت الذي تتكلم. ما المسألة؟ نصير حربا على أنفسنا مثلا في آونة كهذه، وخصوصا وأنت تقرأ وتاس 25 حزب ليبرالي وشيوعي وعلماني، حيكونوا جبهة وطنية، جبهة مدنية في مواجهة التيار الإسلامي، ماذا تصنع؟ فالزورة هي ما تحتمل المسائل، تعبيرات وكلمات، لا دول فعلوا فينا، لا دول حيعملوا فينا. مين اللي حيعمل فيك؟ وإيه اللي فعلوك فيه؟
انت جئت بعد طابور طويل جدا، وحتى نسيان الاحقاد والافات ده نحن في مركب واحد، وبعثتم برسائل طمأنة لطوب الارض للنصارى للشيوعيين والليبرالي، واحنا في سفينة واحدة، ولابد وان نكون يد واحدة. لابد من انتباه، لابد من انتباه. الرجل زار الى، اسمع البعض يقول خيانة، تريث تريث، لا داعي للتسرع، لا داعي للتهور والاندفاع. لو سألت الدكتور مرسي سأقول لك والله أنا على معرفة بعقيدة الشيعة وبخطر الشيعة، ولو قلت لك سيعطيك درسا في ذلك أفضل من الدرس الذي أعطيه. لا أغالي، لا أغالي. لماذا تحجر واسع؟ أين حسن الظن وتلمس العذر؟ أين هذه ما انصح، تريد أن تنصح انصح، ولكن ده البون شاسع. الفارق كبير بين النصيحة وبين التشهير والتشويه وتأليب العامة. اترك ذلك للشيوعيين، لأعداء الإسلام والمسلمين. لا داعي لأن يبدر منك وكأنها الغيرة على الإسلام والخوف من الشيعة وعقائد الشيعة. الرجل ذهب إلى هناك أعطى الدنيا درس. لو تريث أنت، لو وحتى حاولت أن تسأل، بعض إخوانك اتصل وأكد على قيمة هذه الزيارة قبل أن تتم، قبل أن تتم زيارة من الشيوخ الأجلاء المعروفين، اتصل إن دي زيارة مهمة جدا. فرق بين ما هو اجتهادي وبين ما هو حرام مصادم لنصوص الشريعة، فرق. هذا حاكم ينبثق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجع العلماء والمفتيين ويحوط به كوكبا من الأفاضل نحسبهم الله حسيبهم. وبالتالي فلا داعي للتهور. أعطى الدنيا درس، وقف على مرأى ومسمع من الأشهاد يتردى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الخلفاء الراشدين. انظر موقف، هل لو أنت ابتليت بمثل هذا الموقف تستطيع أن تجهر بمثل هذه الكلمات وسط الشيعة وعلى مرأى ومسمع ومؤتمر عدم انحياز ودول من هنا ودول من هناك، ثم يصفعهم الصفعة الثانية وهم قد تواطؤوا مع النظام السوري النصيري، ويحمل الكل أمانة الدماء التي التي تسيل في سوريا وأنها في أعناق الجميع، صفعة تلو الصفعة. تقول رجل ما شاء الله موفق، موفق مسدد، ما الذي تطلبه أكثر من ذلك؟ وتسمع الكلمات والتعبيرات وكأنها التأصيلات، تحتد لوقفات. هو رئيس جمهورية ولا ولي أمر؟ مشكلة، المشاكل كثيرة جدا، المشاكل كثيرة جدا والله. لا تأتي فقط من الشيوعي والليبرالي لا، ده أنت قد تكون جزء من المشكلة، لا جزءا من الحل، جزء من المشكلة. يقولون أصله أتى بعقد زي العقد اللي أتى به مبارك، كل ما هنالك أن مبارك خان العقد. أما مرسي نتمنى أنه ما يخونش العقد. يسلم على دمسك الخلق، يسلم على السماحة، سماحة إسلام اللي البعض بيعطيها من جيبه الخاص، أن أنت تتمنى أنه ما يخونش العقد. إيه التعبيرات دي؟ ما هذه التعبيرات؟ وهل هو أتى بنفس العقد؟ ولو أتى بنفس العقد، الفرق كما بين السماء والأرض. رجل لن يطبق شرع الله، يعطل المادة الثانية، بل حتى من انتخبه البعض هنا وهناك كان سيعطله في المستقبل كما عطلت في الماضي، ولن يطبق الشريعة لا اليوم ولا غدا،
لا هل مرسي بهذه الكيفية؟ في فرق، في فرق، فرق بين الاثنين. ده الفارق كما بين السماء والأرض. ورد الحديث بالسمع والطاعة ولو تولى عليكم عابد حبشي كأن رأسه زبيبة، فإذا أمرتم بمعصية فلا سمع ولا طاعة. مسألة فقهية، العلماء يتكلمون هل يجوز للعبد أن يتولى إمرة المسلمين؟ قالوا بصورتين من الممكن أن يحدث ذلك. ما هو الولاية العظمى، الخلافة العامة، لابد فيها من الحرية، لابد شرط الحرية. طب هل من ممكن يكون عبدا مثلا؟ قالوا ممكن يتولى إقطاعية، جزء، نيابة عن الحاكم الأعظم أو الخليفة الأعظم أو حاكم الدولة. واحد الخليفة موجود، واحد حتولى إمرة دمنهور وإمرة طنطا وإمرة كذا وإمرة، فممكن يكون عبد. هذه صورة. الصورة الثانية أن يخرج على الناس بسيفه ويقهر الناس لسلطانه، هذه البداية مرفوضة عند العلماء كافة، لا يجوزونه، لا يصححون الخروج بالسيف على الحاكم المسلم وأن يقهر الناس بسيفه وسلطان. ولكن قبلوها نهاية، قالوا لو طبق الشريعة واستتب له الأمر تسمع وتطيع ويصير حاكما وخليفة وإمام وولي أمر. انظر، وهو عبد حبشي، وهو عبد حبشي، طالما أقام حكم الله تبارك وتعالى فيهم. عمر، البعض يقول لم يطبق الشريعة، ده انت نازل من كوكب آخر، لم يطبق الشريعة، ولو جئت به أستطيع أنا تطبيق الشريعة بين عشية وضحاها؟ الأمر يحتاج إلى تمكين، يحتاج إلى استطاعة، يحتاج إلى نظر في عواقب الأمور، المصلحة متحققة أم لا. عمر بن عبد العزيز في زمن الخيرية لم يستطع إزالة الفساد بالكلية، دفعة واحدة لم يستطع ذلك، كان حسبه أن يقيم كل يوم من سنة ويميت بدعة، ويميت بدعة. الدكتور محمد مرسي يصنع ذلك؟ أي والله يصنع ذلك، ده نحن في حقبة تاريخية، نحن نشاهد ونسمع أمورا كل يوم لم تخطر على البال ولا في الخيال. ولا لا أقول هو معصوم، لا أبدا، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. النجاشي لما مات أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على أخيكم النجاشي. بماذا كان يحكم؟ كان بيحكم بالشريعة؟ تكن في دار الأباحت، غابت عنه الكثير من المسائل الشرعية. معذور؟ معذور، الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بل النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا سنن الهدى صلوات الله وسلامه عليه. لماذا لم يقتل ابن سلول؟ قال طرعت له أنف كثير بيثرب، فكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ ابن سلول يستحق القتل، ولكن حطرعت له أنف كثير، إذن في مفسادة تغلب المصلحة. إذ النبي صلى الله عليه وسلم لن يقدم على فعل أنت تراه حكما شرعيا، حكم إن ده يستحق القتل. أي والله، بس أنا ما أستطيع، ما أقدر، ستتقلب الدنيا، الوقت وقت غربة، وقت جهالة، انتقلنا من سورة صد عن سبيل الله، وتنفير من السنن والسير، تنفير من الشرائع والشعائر، إلى وضع يحتاج إلى فقه، إلى بصيرة، بحيث ننتقل من ضعف إلى قوة، ومن قوة إلى قوة. الإمام البخاري بوب باب ترك الإمام بعض الأمور المختارة للمصلحة الراجحة، للمصلحة الراجحة، واستدل بحديث أم المؤمنين عائشة لولا أن قومك حديث عاد بجاهلية
لنقضت الكعبة ولأقمتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابا يدخل منه الناس وبابا منه يخرجون. ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل؟ أن القوم حديث عهد بجاهلية، هو النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة وزمن خيرية أفضل الأزمنة، وعلى الرغم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية. والإمام البخاري يبوب باب ترك الإمام بعض الأمور المختارة للمصلحة الراجحة. نحتاج لأن نتفقه في دين الله تبارك وتعالى، الأمور ما تؤخذ بحماسات بأمور عاطفية. أنا والله أجلس هكذا وأقول طبقوا شرع الله، رجعوا لكتاب الله ولسنة رسول الله، بل أنت في البيت لماذا نبعد؟ أنت في البيت وخصوصا مع أبنائك وزوجة ولربما الأولاد كبار، ما تستطيع أنت أن تنفذ عليهم ما ترى، تستطيع ذلك وهم في الرابعة من عمرهم والخامسة، لما الابن يصير في الأربعين من عمره مثلا رجل انظر، بل قد يترك الصلاة وما تستطيع أنت إلزامه. وأقول لك هذا ابنك، تقول لي نعم والله، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما الذي يطلب من الرئيس في ظروف كهذه؟ ليس المقدور عليه كالمعجوز عنه، وبالتالي لا يصح تأليب العامة، لا يصح إطلاق نعرات تأصيلية، وخصوصا إذا كانت ستستخدم في إضعاف الرجل، في التنفير، في التأليب عليه، في أن نكون في خندق واحد مع أعداء الإسلام والمسلمين الذين يجاهلون به، أن نتحزب ونتقوقع ونتخصم ونتدابر ونتقاطع، هذا من الخطورة بمكان، يستدعي وقفة. بل حتى التصرفات، هات القرض، ما هو يهلك يعني الإنسان، أو إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية هلك، من نشأ ولم يعرف خطر كبير جدا. نتعرف على المسائل، الحاكم المسلم الذي يرجع لشرع الله هو الذي يحسم مسائل الاجتهاد. بمعنى هات مثال، والأمثلة بإذن الله ستكون كثيرة جدا، مثال القرض من بنك النقد الدولي، هل هو ربا؟ والرجل سيؤكل أمته بالربا، بيتهجم على الربويات لا تعظيم عنده لشرع الله، أصعد أنا على المنبر وأقول للرئيس مرسي مثلا تعدى الحدود وبيأكل بالربا وحيأكلنا بالربا، خطأ خطأ. لو سمعته هيقول لك الربا حرام، أي والله، هيعطيك درس في حكم الربا وربا النسيئة أو ربا الفضل وأنه حرام لا يجوز. إذا لماذا أقدمت؟ تجد أجوبة، تجد أجوبة، تريث، تمهل، سل، قدر الخلاف. قال هذا من جملة الرسوم الإدارية، من جملة الرسوم، وهو يريد تخفيضه إلى 6%، وبعض إخوانكم يرى هذا الرأي أنها رسوم إدارية وإن ما فيش فوائد ربوية لحد 2%، تقول 2% أكثر أو أقل، هو يراها رسوم إدارية، والعلماء يجوزون الرسوم الإدارية حتى وانتقلت إلى نسب 50 جنيه على 1000. طب 50 جنيه دي تساوي قد إيه في المية؟ هقول لك مثلا تساوي 1%، بقت نسبة 50 جنيه على 1000، وهو سيخفضها إلى 6%. كنا في حوار في الهيئة وأحد كبار الاقتصاديين، يعني مكانة اقتصادية لا أقول حتى على مستوى مصر، لا على مستوى الدنيا، فقال لي لا
هذه فائدة ربوية. قلت وهي راه رسوم إدارية، ما الذي يحسم أنت أم هو؟ هو الحاكم. من الممكن أن يسأل من يثق في علمي أصل للمسألة، لأنك ستجد لا أقول عشرات المسائل، غدا مئات أو ألاف المسائل. إن لم تضبط المسائل بالضوابط الشرعية ستحار. فقلت له ويرى أنها رسوم إدارية، وهو الذي يحسم والذي يتحمل. سأل من يثق في علمه، ليس بالحتم واللزوم أن يسألني أنا، لا، هذا تحديد واسع، هذا ضيق أفق. نعرة الأنا لا يصح أن تأخذنا بعيدا عن الضوابط الشرعية. فقلت له ويرى رسوم إدارية والذي يحسم المسألة، هذه مسألة اجتهاد على الأقل في التطبيق، يحسمها الحاكم أو ولي الأمر الذي يرجع للكتاب والسنة. حتى وإن رأيت أنت خلاف ذلك تخالف انصح، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله عز وجل ولكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين وعمت، انصح لا بأس به، وانصح وفق الضوابط الشرعية، لا تؤلب العامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال أقوام يقولون كذا. وهنا من الممكن أجلس هكذا وأعطي الدرس اليوم في الربويات، أتكلم على الربا، ربا الفضل وربا النسيئة وإيه معنى الرسوم الإدارية، أتكلم في الدرس وأسكت، لن أذكر لا الدكتور مرسي ولن أذكرك أنت. وفي ذات الوقت ستنتفع بإذن الله تعالى، الوعظ والتذكير سيصل. تطرق الحديث أكثر فأكثر، قال لي هي تجوز في أحوال الضرورة، حوار طويل شيق في مسألة مهمة جدا. قال لي لو أخذوها للاضطرار يجوز. قلت له سبحان الله، هذا اجتهادك وأنت تجوز للحاكم أخذ هذه الفائدة للضرورة. قال لي الضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها. قلت له هذا اجتهادك، هل أنني أرى خلافك، هل الفوائد الربوية تجوز في حل الاضطرار أم لا؟ وأخذ الحاكم باجتهادك أنت وترك اجتهادي أنا، ما أعتب عليه، رجل يرجع لشرع ودين ويرجع لمن يثق في علمه، وبالتالي أفتى بأنها ضرورة. قال لي ما الذي يمنع تعاطي الفائدة في أحوال الضرورة؟ قلت له 150 عالم في مجمع البحوث أفتوا بأنه لا تجوز الفوائد الربوية، لا في حالات الاضطرار ولا الاختيار، لا على مستوى الفرد ولا الدولة، لا الإنتاج ولا الاستهلاك، لا القليل ولا الكثير. الرجل احتار، أي والله ده هذا مثال في المحاورة والمناقشة، هو في ناس أفتوا بذلك وكأنه بيسمع الكلام لأول مرة، وهو عالم اقتصادي كبير جدا وكأنه بيسمع الكلام، هو في ناس أفتوا بذلك. قلت له طبعا. قال فين؟ قلت له ارجع لمختصر فتاوى دار الإفتاء المصري اللي أصدره الشيخ صفوة الشواتفي رحمة الله عليه، حتجد الفتوى، حتجد الفتوى. أنا لا أقول بالمانع، أنا أقول للدكتور مرسي هذه مسألة اجتهادية، ما أنا أعلم أن في دين داخلي وأن البنوك بتعطي بفوائد 14%، البنوك المحلية هذه بتعطي بفوائد 14%، حكومة وغير حكومة بتأخذ المرتبات، لو تأخر المرتب يوم حتجد الكل في ميدان التحرير، الكل في ميدان التحرير، بمعنى ما يستتب أمر. فهب أن الرجل بحكم اختصاصه بحكم منصبه وجد أن المسألة ضرورة فتعاطى القرض، حتى أقول رسوم إدارية لدف أحوال اضطرار بيجوز كما قال عالم اقتصادي كبير جدا بيجوز الأمر كما ذكر، وغيره بيجوز في أحوال الاضطرار. إذا كانت المسألة كذا
أخرج وأصعد أنا على المنبر وأقول ده رئيس بيأكل بالربا، ده متهتك مثلا، ولا يقيم لشرع الله وزنا ولا حكما، لا ده بيحكم بغير ما أنزل الله، لا ده أنت المخطئ، أنت المخطئ وليس هو. تريث، تمهل، فتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا. وكان الإمام الشافعي أيضا يقول معي صواب يحتمل الخطأ، ومع خصمي خطأ يحتمل الصواب، والتقى بمن خالفه وقال أما يليق وإن اختلفنا أن نبقى إخوانا، أن نبقى حقيقة. أنا مزول والله مزول، ما البعض وصف الزيارة الإيران بأنها خيانة بعد ساعات قلائل، وكأن الدنيا ستصفق للدكتور محمد مرسي على المشهد الذي عمله في إيران. تريس، لا داعي لإرسال التهم على عواهنها، لا داعي لانتقاص البشر، ده والله هذا درس بليغ لكل منا، وخصوصا مع حداثة السن، نظرات طائشة سريعة الطلقات تحتاج لأن تتريث، أن تتمهل، أن تحس. كان الإمام كان الإمام مالك يقول لو احتمل المرء الكفر من 99 وجها واحتمل الإيمان من وجه لحملته على الإيمان، تحسينا للظن بالمسلم. علي بن أبي طالب بعد بذهيبة للنبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، قسم بين أربعة، قام ذو الخويصرة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله اعدل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعدل إذ لم أعدل، ومن يتق الله إذ لم أتقه، يأمنني من في السماء ولا تأمنوني. قام أحد الصحابة يقول داعني أضرب عنق هذا الرجل، قال ربما يكون يصلي. انظر المشهد، لم يقل ربما يكون لا يصلي، ما ده شغل غلات تكفير ومن شابه. وتجد من ينحرف في لوذة، يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، مشكلة مشكلة. وقد تكون هذه اللوثة فينا، أنا لا أعني الخوارج كخوارج، لا، تنحرف عن منهج الله تصب اللوثة. تجد مثلا هناخد النصارى بالأحضان، أسألك إيه اللي بتعمله ده؟ تقول لي والله ده أنا بحببهم في الدين. طب اللي حب الدين هتنفروا منه؟ الله، مشكلة. طب اللي حب الدين وصار بيسعى في تطبيقه ايه هتبقى حرب عليه يعني؟ دي مسائل بسيطة، مسائل بسيطة جدا، يتركون اهل الاوثان ويقتلون اهل الاسلام. لماذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال ربما يكون صالح، الاصل في الناس البراءة لا الاتهام. ومن قواعد اهل السنة والجماعة ان نحسن الظن بالناس ونسيء الظن بأنفسنا، مرحلة كما ذكرنا فارقة في عمر التاريخ، مرحلة على الأقل نحن جميعا لم نعيشها من قبل، والحمد لله الذي أمد في أعمالنا حتى أشهدنا هذه الأيام المباركات. ما البعض ده أصابه يأس، أي والله هل كان فيه حظ ونصيب مما قاله سبحانه حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ده البعض تشكك حتى في الدعاء، ايه قيمة الدعاء؟ ما كل يوم بندعو وكل يوم مظالم وكل يوم صد عن سبيل الله وأمن دولة بتعمل فينا وبتسوي فيه، ايه قيمة الدعاء؟ قيمة الدعاء والله ما تشاهد الآن آيات بينات رحل الطغاة والطواغيت، وهل رحيل الطغاة والطواغيت بالحتم واللزوم كان بثورة في الميدان؟ لا طبعا، لا تحج الواسعة، لربما دماء زكية في المعتقلات، واحد زي سيد بلال استحال دمه نقمة على الطغاة والطواغيت، رحل ما هو صاحب ياسين رحلت أمة بعد مصراعه، قال وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، لربما دعوة امرأة في جوف الليل أفزعوها،
يعني أدخلوا عليها الحزن والأسى، فأب فأخ فزوج فابن، فرفعت أكف الضراع واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، دعلت على الظالمة الفاجرة. فأنتم تشاهد ذكرنا آيات بينات، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نريد أن نرتفع لمستوى هذه المرحلة، لمستوى هذه الحقبة، وإلا فالمطالب كثيرة عديدة، وجماعها أن نعمل بطاعة الله. خرجنا من رمضان واستقبلنا شوال، ونحن على وشك حتى الانتهاء من شهر شوال، بقي ثلث الشهر، هنستقبل الشهر الثاني من الميقات الزمني للحج. على الأقل الكل يستحضر نية الحج ودعوات صالحة، لا توكلوا الرب الكريم ولا داحل لطرح صور الاستفهام، منين وازاي وفين، وانا فقير وانا مديون وانا سبق لي الحج وانا عايز اتزوج، لا 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 داعي. لا تبخر الرب الكريم، توقع حاجتك بالله نية طيبة، كل الطاعات متأكدة، صلاة وصيام، تلاوة قرآن، لا تغلق المصاحف، هذا خير زاد نتزود به في رحيلنا إلى الله تبارك وتعالى، متابعة الفرائض بالنوافل، الواجبات بالمستحبات، وأعظم الواجبات ترك المحرمات، بحاجة لتعمير المساجد. أنتم متميزين حقيقة، لا أقول ذلك على سبيل المجاملة، لا، أنا لم أتعود المجاملات، وخصوصا فيما يتعلق بدين الله تبارك وتعالى، لا أرى المجاملة، لابد من الصدح بالحق وفق الضوابط الشرعية. ولكن المكان هنا متميز بفضل الله، دروس العلم انتهت، تجد صف صفين، الناس وكأنهم طيور مهاجرة رغم كثرة العدد، رغم كثرة. هل الفضائيات صارت هي البديل؟ ما تصلح بديلا، سد صخرة، والمسجد أصله أساس نبرة السياسة على نبرة الثورة، وكأنها أنهكت القوة، الكل بعد ما كان ثوراجي صار سياسيا، الكل سياسي، الرجل والمرأة والكبير والصغير، الحديث والخطاب كله سياسي، كله سياسي. وحتى لو تكلم أصبغ المادة بصبغة شرعية ترقق القلوب، تقرب النفوس من الله، طبق الحلال والحرام في عالم السياسة، ان الانسان يكون سياسي ميكيافيلي، ان الكل هيبقى سياسي، ما ينفعش. الدعوة هي الاصل، وبالتالي انا اغبطكم حقيقة على هذا التميز، احرصوا عليه وعلى الاستمرارية في دورات علمية، تحفيظ قرآن، قراءات، تعاهد للكبار والصغار، فين التوحيد؟ كنا احنا وغيرنا والكل، التوحيد أولا لو كانوا يعلمون، العقيدة أهم شيء في الوجود. مين اللي بيتكلم النهاردة على صرف العبادة لغير الله؟ ما انت عندك السيد البدوي، وحتجد في كل بلد شيخ بتصرف له العبادة من دون الله، خلاص صارت موضة قديمة. في منهج الأنبياء والمرسلين، ما من نبي إلا وقال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أحيانا وأنا أتكلم الآن أتذكر أن الوعظ والتذكير هذا يعني أحرى به أو أحوج إليه من هو يعني تارك للأمر، لا من يلتزم، وإن كان حتى من يلتزم يحتاج إلى نصيحة، فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، تنفع أو لم تنفع قال العلماء، فذكر والمؤمن حينتفع. أقول لك صلي، ما أنت المصلي والله، ده أنت بتحرص على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، ولكن أقول لك احرص على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام. أحيانا نتكلم مثلا في الدرس، نتكلم على كرة القدم والانصراف عن دروس العلم بسبب كرة القدم، وأنا أتكلم مع من؟ أتكلم مع من هو حاضر الدرس لم ينصرف، ده الذي يحتاج هذا الوعظ وهذا التذكير من انصرف،
ولكن أنا أوجه النصيحة لمن هو حاضر، لا بأس بذلك، فيها قدر من النفع عندما أقول ركزوا على تعبيد الدنيا بدين الله على العودة لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. هذا منهج، هذا دين يدان به لله. تذكروا الحلقة قبل الثورة ماذا كنا وكيف أصبح، لو تحركتم على مستوى البلد تجد منظر يهولك والله، لابد أن تتخوف. تقول سفينة هكذا، السفينة هكذا، ما البعض بينبهر ببعض المكاسب والمكاسب دائما بتغر، لا لا تكن غرا، لا لابد من بصيرة، لابد من مكاسب سياسية ووزارة حتى المسألة تتطلب 1000 مراجعة ومراجعة. ده كان أبو جعفر المنصور يقول لبعض أهل زمانه كلكم يمشي رويدا كلكم يطلب صيدا. وبعدين أنا بعد الوعظ والتذكير وقال الله وقال الرسول هطلب إن أنا أكون وزير إزاي؟ كان السلف الصالح وأنتم تقولون كل خير في اتباع من سلف. لا تنسوا نحن سريع النسيان، كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خالف. السلف كانوا يفرون من الإمارة، تعرفون ذلك؟ تلك مهلهلة أن نتسارع طلبا لشيء من الكعكة لدن ما وفوش بالوعد معانا. إيه التصريحات دي؟ ده تصريح يعكر ماء المحيط، يعكر ماء المحيط، ليس هذا وقته. نحتاج لبصيرة، لمراجعة للأقوال والأفعال وفق المنهج الذي ندين به لله، منهج مبارك. انظر دخلنا المساجد قبل الثورة ما شاء الله امتلأ، مسجد البخاري وغير مسجد البخاري امتلأ بالخلق، إخوة وأخوات وكبار وصغار. ما جاء ما كادت الأزمة تنفرج إلا لو كنتم أشبه بالطوفان مارد أزهل الدنيا ظاهرة السلفيين، وكأن السلفيين ولدوا بين عشية وضحاها. لا أبدا أبدا، دعوة عبر سنوات انتوال. يا والله الحمد والمنة، لو حكيت لكم التاريخ، وأنا طبعا ممن عاصر، لا أقول حتى ممن بدأ، على الأقل عاصر بدايات الدعوة، الأيام الأولى للدعوة. لربما لو أتى حتى بعض كبار الشيوخ اليوم يحكي لا يستطيع أن يحكي البدايات، يحكي تاريخه هو في الدعوة، لا يستطيع أن يحكي بداية الدعوة وكيف كانت. فدعوة مباركة انتشرت عمت أرجاء المعمورة. كنا دخلنا البرلمان أبدا، سلكنا مسلك العلو في التكفير أبدا، قتلنا الطفلة شيماء لا أبدا، ما سلكنا مسالك العمر، دعوة بالحكمة والموعظة الحسنة انتشرت ولدت طوفان سلفيين أذهل الدنيا بأسئلة، أذهل الدنيا بأسئلة ماضي لا تنساه. ولذلك أقول لك ارجع بالذاكرة، لا داعي للنسيان السريع، لا داعي لأن تغتر ببعض المكاسب. أصل إحنا بقينا وزراء، إيه أخوة بقيت وزراء؟ ما غيرك يكفيك هذا الأمر؟ إيه المسألة يعني؟ الغير ممكن يكفيك هذه القضية، وخصوصا أكفأ من أنا بكالوريوس وبكالوريوس، لا ده في ناس دكتوراه، في ناس متمرسة، دي أمانة، وبالتالي لن أتقدم أنا. كل مسألة تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى ضبط، لا تسارع، لا تطلب إمارة، لا تطلب الوظيفة والغنيمة، لا طبعا، أنت تخلص عملك لله تبارك وتعالى. وإلا فأن نكون كالعبد الذي إن أعطى راضي وإن لم يعطى سخط، بئس العبد هو، بئس العبد. فكنا في مرحلة تحتاج وقفة ومراجعة
ونعود بالمسجد إلى سيرتي الأولى، دورات علمية، حفظ قرآن، أخلاق إيمانية لابد من مراجعتها، سلوكيات، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن وتهيأوا للعرض الأقل. لا نقبل التغيير ولا التبديل في المنهج، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. المعصية وكأنها ثقب في سفينة في قعر المحيط تساوي قبرا. العيش خلاص. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أكثر من سؤال غريب جدا يعني حقيقة ما كنت أتصور، ولكن البعض بعث به، أعلم أن سؤالي هذا قد لا يجاب عليه. لا، بإذن الله تعالى أبدأ وأجيب أنا عليه، ولكن ما قولكم في هذه الشبهة التي تثار أحيانا بعدم انتماء الشيخ سامح والشيخ طارق للدعوة السلفية وأنهم ليس لهما مرجعية؟ سؤال. والأخ طبعا لحرج الكلام يقول لن يجاب علي. لا أبدا، سأجيبك بإذن الله تعالى. يعني ما نتكلم به هكذا، الواحد لا يسمح لنفسه وخصوصا في هذا السن وفي هذا العمر، يعني الرائد لا يكذب أهله، لا يكذب أهله بإذن الله تعالى، لن نزيف ولن ندلس. يقال وينتشر على صفحات الإنترنت ومواقع الدعوة أن شيوخ الدعوة بالغربية ليسوا على منهج السلف، وهم لا ينتمون للمدرسة السلفية بالإسكندرية، فما قولكم؟ هل الطاعة العمياء للمشايخ والعلماء من أصول دين النبي صلى الله عليه وسلم أم هي الرأي والمشهور؟ اسمحوا لي أن أستفيد، ولو تعديت على بقية الأسئلة فالسؤال المهم جدا اللي انطرح في أكثر من ورقة يستدعي أكثر من وقف. أنا جئت بكتابي الضوابط الشرعية لتحقيق الأخوة الإيمانية والوحدة الإسلامية، ألفته تقريبا لا يقل عن ربع قرن، لا يقل عن ربع قرن. أنقل لكم هذه الفتوى في التحزب النص، الفتوى للشيخ ابن باز رحمة الله عليه، يقول لا يجوز أن يتفرق المسلمون في دينهم شيعا وأحزابا، يلعن بعضهم بعضا ويضرب بعضهم رقاب بعض، فإن هذا التفرق مما نهى الله عنه ونهى وتوعد فاعليه بالعذاب العظيم، وقد برأ الله ورسوله منه، قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني يا ليتنا نسمع ونتابع، لا أقول بأذن صاغية، لا بقلوب متفتحة. يا رائدك الحق، والحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان، وإلا فنعرات عصبية وعنصرية وحزبية نتنة نشأت في وسطنا. أقول هذا وأنا أجلس هكذا أمامكم، نعرت الأنا، انتابت البعض، صار وكأنه الضابط والميزان يعمل بمنطق الأمريكان، من ليس معنا فهو علينا، لدى منطق خارج راجعوا مفهوم الإسلام والإيمان والإحسان، راجعوا معنى الأخوة. الكتاب أنا كما ذكرت والله الحمد كتبت فيه الكثير من الضوابط الشرعية، وما زلت أعتز بما كتبت. فالحاصل العمل بمنطق الأمريكان لا يحل ولا يجوز، لا ربما كان دواعي مبررات بالأمس، ما أنا سمعت البعض يقول لك يعني إحنا لما تطلبوا بالوحدة يعني نكون سلة بيت إن انضرب، ده أشرف السعد والريان طلعوا في صفحات كاملة
اتحاد العملاقين كانوا تاني يوم مضروبين، تاني يوم كانوا مضروبين، فالبعض وكأنه أخذ الدرس يتظاهر بالفرقة وبالخلاف، يتظاهر، ولربما دعت المصلحة والضرورة لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. إيه عقيدة أهل السنة والجماعة؟ نحن بحاجة، وخصوصا اليوم، لأن نكون صفا واحدا خلف الدكتور محمد مرسي، لا نضيع المشروع الإسلامي، إيد واحدة زي ما الشباب الثور بينطق وبيتكلم، إيد واحدة صف واحد، بمعنى أن الإسلام لا يؤتى من قبلنا. هل جربتم على إخوانكم مخالفة؟ ما هو ده قيل عبد القادر الجيلاني، أنا لا أطالب طبعا الشيخ سامح والشيخ طالق بهذا المطلب، قيل له أرنا من نفسك كرامة، فصعد على المنبر وقال منذ كم وأنا فيكم؟ قالوا منذ 20 سنة. قال هل جربتم علي مخالفة؟ هل رأيتم علي معصية؟ فإن الاستقامة هي أعظم كرامة. أنا لا أعلم من الرجل ولا من الشيخ طارق إلا كل خير، أحسبهم الله حسيبهم. والله من الرواد الأوائل بعباد الدنيا بدين الله، جلست هكذا أو تباعدت عنهم ما رأيت إلا خير وما أحكي إلا الخير، اقترب مني أو تباعد عني المسألة. ده كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول إني لا أرى إخوانا منذ سنة وهم أقرب إلي ممن أراهم كل يوم. فأنا أن أطعن في إنسان، ده احنا ابتلينا بدعوات الجرح والتجريح، دعوات الجرح والتجريح. أنا لو سئلت بين يدي الله عن هذا الطعن بماذا أجيب أنا غدا؟ رجل سلفي، أي والله ده انتم سمعتم بقدر الله قبل ما تأتي الأسئلة. الرجل يقول، وحتى ده حطل اليافطة والدعوة السلفية وأنا أبوها وأمها بلا مزايدة، بلا مزايدة، وهؤلاء من الوادي الأوائل كل كلامهم تعبيد للدنيا بدين الله، العودة للكتاب والسنة بفهم أعلى من الناس بالكتاب والسنة. فمين اللي معاه الصك؟ مين اللي معاه الختم اللي بيوزع الأختام على الناس؟ لدى سلفي لدى مش سلفي، ايه ميزان؟ انا ضابط مقياس؟ ده مشكلة، هذه مشكلة، هذه مأساة. كما ذكرت وقلت، لو كانت تصلح غدا لا تصلح اليوم، لابد أن نكون صفا واحدا، نحتل طيار إسلامي تتضح في ملامح أهل السنة والجماعة، نحتل فقه أمة، أخرج من الأنا، من العصبية، رسخ المنهج، العقد الولاء والبراء يكون على المنهج لا على شخصي والرأي التي أرفعها. وبعدين ايه ان هو لابد ويكون تبع اسكندرية؟ مين اللي قال؟ ليه هي اسكندرية بتدي سكوك وغفران؟ مشكلة، ما انا من اسكندرية، وكما ذكرت ده لو تكلم احد بالدعوة ما انا اسبق منه ولله الحمد، يعني انا اخطب منذ 60 لعل معظم من يجلس امامي لم يكن قد ولد، وحتى من ولد لم يكن قد مارس دعوة أو تعرف على دعوة، كنت أخطب أنا ولله الحمد، فما علمت على الناس إلا خير. والسلفيين لا يخسرون ولا يقتصرون على الدعوة السلفية في اسكندرية، لا طبعا، الله، أما للناس السلفية في القاهرة، أما للناس اللي عمالة تعبد الدنيا بدين الله، نخرجها من الدائرة، نخرجها من دائرة الرحمة، كيف ذلك؟ سعة أفق، شيء من شمولية النظرة، نكون يدا واحدة على عدو الله وعدونا، إنما المؤمنون إخوة، لا داعي لتحجيل الواسع
أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي. أحب أنا كل المسلمين، بحب الدكتور مورسي، ما هو سالف ده إخواني، أقول هكذا بكل قوة، رجل على خلق دين. أنت لو جئت بي مكانة أستطيع أنا أن أتمم ما يتممه هو؟ أقول والله ده هذه أفضال أفضال، ده هذا محض فضل وتوفيق من الله، أقبل أنا الحق من كل من جاء به، هذا هو الضابط والميزان. أما تصنيف البشر وإعطاء أختام، لا ده فلان مش تبع الدعوة، لا ده مش سالفي، أمال إيه؟ أمال هو إيه؟ ما أنا سمعت والله في بداية الحديث والكلام بقدر الله بيتكلم والسلفية ومنهج مبارك والمسجد المبارك والدعوة المباركة، مشكلة مأساة مأساة عند البعض، يحتاج لمراجعة معنى الإيمان عنده، لمراجعة، لا يصح تفتيت ولا تقطيع ما أمر الله به أن يوصل، لابد أن نكون هذا واحد. عمق المنهج، منهج مبارك كما سمعتم، قدروا حالة الغربة، انتشار الناس، سلفيين في اليمن وسلفيين في الكويت وسلفيين في القاهرة وسلفيين اتولدوا، ما احنا منعنا وتولد سلفيين في الفضائيات، والدنيا لا تعرف إلا شيوخ الفضائيات، والله دعوة كان قبل ذلك، ما انا ده تاريخ طويل احكيه، دعوة كان منذ بداية السبعينيات على الأقل في الجامعة، في الجامعة حتى ذلك وجدت الفضائيات وشيوخ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أحبهم والله، علاقاتي بهم جميعا علاقة قوية جدا، لو قلت لك بكل الشيوخ هنا وهناك علاقة قوية، لا داعي للتفتيت، لا داعي للتفريق، الأمر لا يحتمل، الأمر لا يخصان على منهج واحد، كلهم على طاعة، لو قلت لي معصية من الذي قال أن ذلك العبد المذنب المسيء؟ والله كل ابن آدم خطاء، وخير خطائين التوابون، أنقل لكم الفتوى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. اقرأوا الآيات والأحاديث من هذا المنطلق بمزاق آخر، خلاف ما تعود عليه البعض النظرات الحزبية، ده انتوا حنعيش بمنطق أنا وأخويا على ابن عمي، وأنا وابن عمي على لا، ده منطق جاهلي، ده منطق جاهلي، ده إحنا حتى وإن تواجدنا في هذا المسجد الذي دعوة عالمية، أسجد هنا وأرمي ببصر سوريا وبورما وكل مكان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، أريد تعبيد الدنيا أنا بدين الله. قصة طريفة، قلت لأحد الإخوة صغير في السن وأنا كده أتخيل الإجابة، قلت له هل ترى أمثال هؤلاء يستطيعون الصعود على المنابر ويقولون يا مسلم العالم اتحد؟ الأخ فجأني، أنا والله كنت يعني أتخيل أنه سيقول لي لا يستطيعون، قال لي يستطيعون ذلك، ولكن لابد أنهم يقودوا العالم. مشكلة، دي مأساة، هذه مآسي نفسية، كنت في المقدمة لا بأس، وضعوك في المؤخرة لا حرج، عبد لله مطيع في أتقياء أخفياء، لا أكتمكم. أنا والله ذكرت قبل أن ترد لي هذه الطمات التي قرأتها عليكم، طمات والله، مشكلة إن شيوخ الدعوة دول من السلفيين، الله، دول لعل اللي بعت الورقة ممكن يكون أدى أولادهم النهاردة أو أدى أحفادهم، دي مأساة إن إحنا نتفرق في المسجد الواحد. ولذلك أنا حقيقة أنا حزين جدا والله، لما قلت المسجد ما شاء الله متميز
أو أنتم هنا في تميز أنا أغبطكم على ذلك. ما هذا المشهد غير موجود. ما أنا هأذهب للبلد الفلانية والعلانية هأجد صف. أحكي لك عن نفسي، مفيش حد بيحضر دروس. لا، ده المكان هنا متميز، حضرت قبل ذلك في الامتحانات كنت مذهول. والله مذهول لكم الإخوة والأخوات كلهم جلوس على الأرض وامتحان وحوالي 1400 لا أدري كم العدد بالضبط، ولكن لربما لا يقل 1400 ممتحن. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبعد ذلك تقول ليسوا بسلفيين. أمال أنت سلفي؟ مشكلة وتعرض نفسك وغيرك على المنهج. ما وافق الحق قبل، ما خالف الحق مردود على صاحبه. ده ظلم والله، ده طغيان زي طغيان مبارك ده. ينذر بزوال، ينذر بدمار. الظلم ظلمات. ان انت تطعن في معتقد انسان مثلا، ما هو لا يتكلم عن نفسه. جهاد طويل كبير طيلة العمر تمسحه بجرة قلم عشان وافق فلان او خالفه. يعني لابد من سعة افق، تقوى لله في السر والعلن، في الغضب والرضا. ولا جرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا واقرب للتقوى. اذا كان هذا سنفعله فيما بيننا، فما الذي سنفعله مع اعداء الاسلام والمسلمين او مع الناس في الشارع؟ وبالتالي لو سمعنا كلمات وعبارات وكأننا نقمع على البشر، أنا لا أستغرب. وإذا كان هذا هو الحال بين التلميذ وأستاذي، الكثرة فتحت عينيها وجدت هؤلاء الشيوخ، أليس كذلك؟ أي والله. الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظة، ده هذا هو الحر بحق. ولا تنسوا الفضل بينكم، فتحت عينيك وجدت الرجل بيخطب وبيدي درس ودورة علمية ومدورة علمية لدورة علمية. ايه المسألة؟ ايه المسألة؟ لماذا هذه العبارات الفجة؟ والله يعني سامحهم الله، غفر الله لهم. ده هذا أمر يستدعي توبة والله. تقسيم الأمة على مثل هذا النحو، وتقسيم من؟ انت قسمت الشيوعي والليبرالي لدى الطيبين الصالحين اللي بيقود الأمة. ده ان كان في نخبة بحق فهم هؤلاء، هم هؤلاء القدوة والقادة، النخبة اللي تقود الأمة قيادة ترضي الله تبارك وتعالى. فأن يمتهنوا لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصين معلومة. وإذا لم يكن العلماء بأولياء لله فليس لله ولي. إياك أن تكون المحبة أشبه بمحبة النساء، تحب الزوج يبقى ملاك، هتبغض الزوج هيبقى شيطان، وحتقول ما رأيت منك خيرا قط. ده شغل هوى، ده شغل هوى غير مقبول. قل حتى يعني أخطأ في المسألة الفلانية، لا تجنب الحق في المسألة العلانية. من ممكن لما تتجاوز، إنما تنفي عنه المنهج بالكلية. ما هو سأل أمال إيه خالف يعني؟ مشكلة، مأساة والله. أنا ما كنت أتخيل أن سؤال كهذا حارت، وخصوصا في موضوع كهذا الذي أتكلم وأتحدث فيه، والأمة بصدد استئناف حياة إسلامية. أما كان لربما يقبل بالأمس لا يقبل اليوم. صف واحد، إيد واحدة، اتركوا الحزبيات والعنصريات والشخصنة، عمقوا المنهج. لا تتهاون في طاعة الله تبارك وتعالى. الولاء والبراء يكون على المنهج. قال تعالى:
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، رواه البخاري ومسلم. والآيات والأحاديث في ذم التفرق في الدين كثيرة، أما إذا كان ولي الأمر المسلمين هو الذي نظمهم ووزع بينهم أعمال الحياة ومرافقه الدينية والدنيوية ليقوم كل بواجبه في جانب من جوانب الدين والدنيا، فهذا مشروع، بل واجب على ولي أمر المسلمين أن يوزع رعيته على واجبات الدين والدنيا على اختلاف أنواعها. أنا أفرح كثيرا، يعني إن قطعت الفتوى فالتمسوا لي العذر حقيقة، لأن الواحد لم يتخيل أن أسئلة كهذه ترد. من الممكن أن أنت تسد ثغرة وأنا أسد ثغرة، ولو كان في مجال الفرحة أفرح بك كثيرا، وحتى عشان امتداد الأثر، ما أنا بأفرح بكثرة سواد المطيعين، مؤهب أنني كنت سببا في هدايتك أن تتواصل الأجيال في طنطا وفي كفر الشيخ وهنا وهناك، يكون لي حظ ونصيب، هذا مطلوب، هذا مطلوب. وبالتالي أنا أفرح بأن تنهض أنت بالرأي. وكما ذكرت وسمعتم، عبد الله الغلام كان أفضل من أستاذي، أفضل من أستاذي، ربما نحجر واسعة. أنت سمعت مني الكلمة ثم أنت اليوم أتقى لله مني، أعلم بدين الله مني، أحجر أنا واسع؟ لا يمكن، لا يمكن. فما هي المسألة؟ حتى لو سبقتك أنا بيوم بسنة، أنت سبقت بطاعة الله. طب ما هو اليهود والنصارى سبقونا زمانا ومكانا، وسبقناهم بالفضل بالطاعات، ولذلك قال العلماء السبق سبق الصفات، سبق الفضل، سبق الفضل. لا ترجعوا، يقول لو نظم ولي الأمر الأعمال لا بأس بذلك، أنت هنا وأنا هناك، أنت تسد ثغرة وأنا أسد ثغرة، يكمل بعضنا بعضا، يكمل بل واجب على ولي أمر المسلمين أن يوزع رعيته على واجبات الدين والدنيا على اختلاف أنواعها، فيجعل جماعة لخدمة علم الحديث من جهة نقله وتدوينه وتمييز صحيحه من سقيمه، وجماعة أخرى لخدمة فقه متونه تدوينا وتعلما وتعليما، وثالثة لخدمة اللغة العربية قواعدها ومفرداتها وبيان أساليبها والكشف عن أسرارها، وإعداد جماعة رابعة للجهاد وللدفاع عن بلاد الإسلام وفتح الفتوح وتذليل العقبات لنشر الإسلام، وأخرى للإنتاج صناعة وتجارة وزراعة إلى آخره. فهذه من ضرورات الحياة التي لا تقوم للأمة قائمة إلا بها، ولا يحفظ الإسلام ولا ينتشر إلا عن طريقه، هذا مع اعتصام الجميع بكتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون وسلف الأمة، ووحدة الهدف وتعاون الجميع على نصرة الإسلام والزود عن حياضه وتحقيق وسائل الحياة السعيدة، وسائر الجميع في ظل الإسلام وتحت لوائه على صراط الله المستقيم وتجنبه من السبل المضلة والفرق الهالكة. أخوانكم هم، وده صوفي وده شيعي وده خوارج، الفرق دي لها أصول معروفة، أنتم شفتم في أخ من إخوانكم حتى تنبذوه بهذه الكيفية، أو تقاطعوه أو تدابروه أو تتهموه بأنه ترك السلفية؟ إيه المسألة؟ إيه المسألة؟ أنت المنظار؟ أنت المقياس؟ أنت الضابط؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إن الواجب ده من 25 سنة تقريبا أو أكثر، إن الواجب على أهل السنة أن يكونوا يدا واحدة، ولكن لقصور من البعض، لهذا أنا زيلته وعقبت به، وعجز من البعض الآخر كانت الفرقة بين صفوفهم، فالواجب عليهم أن يتداركوا، وخصوصا إذا غابت الخلافة الإسلامية وضاعت الفرائض والواجبات، وأن تكون حبالهم موصولة مع بعضهم البعض ومتينة، بل لا بد من القيام بواجب الدعوة وإبلاغ الحق للخلق هنا وهناك، مع الاهتمام بصفة خاصة بهؤلاء الذين ينتسبون للإسلام حتى وإن كانوا من الفرق الضالة المبتدعة، عساهم يعودون لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وإلا فلا فائدة في الوحدة مع أشباه الخوارج والشيعة. وأيضا كان من جملة كان فيه المجلة التي تصدر فيما مضى، وكتبنا فيها المحذور الثالث الذي تراه الدعوة السلفية الذي يجب تجنبه في هذا النوع من الاختلاف، فهو عقد الولاء والبراء على هذه الأعمال المتنوعة والأولويات المختلفة، وتعديه على أصل الولاء لدين الله. الولاء يكون لدين الله تبارك وتعالى، والمنهج الإسلامي الصحيح منهج أهل السنة والجماعة بشموله وتوازنه، فنجد كثيرا من الجماعات الإسلامية توالي وتعادي على ما جعلته من أولويات عملها، ونجد أفرادها يتخذون موقفا ممن رأوا منه اهتماما بنوع آخر غير ما تعودوا عليه. ده أنا شفت البعض لازم تنطق باللي هو بيقوله، حتى لو كانت مسألة فقهية، مسألة زي اللي بيقولوا عليها حركية، لو خالفته فيها هتكون منابذة العداء، وكأننا الإخوة الأعداء، هذا لا يجوز. نتقي الله تبارك وتعالى، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال العلماء تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والافتراء. حدث ما حدث يوم أحد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاورهم في الأمر وأن يستغفر لهم، أن يستغفر لهم وأن يشاورهم في الأمر، وهم الذين عصوا أمره صلوات الله وسلامه عليه. نأخذ الدرس، وإلا فالتشرذم والتفرق والاختلاف لا يقل من أطاع، يقل من عصى، يقل له اتق الله تب وارجع، وهو أخي في النهاية، هو أخي. إذا أردت أن تحكم على مجتمع بالفشل انظر إلى حالة أهله، فإذا وجدت فرقة وخلافة قل مآلهم إلى الفشل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، نحتاج لأن نكون يدا واحدة. ولما أقول يد واحدة أنا لا أقصد الإخوة في المسجد فحسب، أو الإخوة في طنطا فحسب، أو الإخوة في الدعوة السلفية لا لا أقصد ذلك، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم حتى وإن كان في معاصي وذنوب، وكلنا ذلك العبد المذنب المسيء، كلنا ذلك العبد المذنب. أنت بتتعامل مع ملائكة؟ لا طبعا، تعملش مع عالم الملائكة الأبرار، وبالتالي كل ابن آدم خطاء وخير خطائين التوابون، ولو كان مع كل ذنب كانت الخطيعة لما بقيت أخوة إيمانية، كما قلت شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان من مذهب عمر وأبي الدرداء وإبراهيم النخعي أنك لا تغجر أخاك عند المعصية، فإن الأخ يعوج مرة ويستقيم أخر، وحتى لو هجرت لا تنابذه العداء. لا، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ نجعل من يحمل لواء دعوة ويعبد الدنيا بدين الله
كمن يصد عن سبيل الله مثلا ويفسد في الأرض، كيف ذلك؟ لابد من تقوى الله في السر والعلم، في الغضب والرضا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وأن يوحد صفوفنا ويلم شعثنا ويؤلف بين قلوبنا ويجعل بأسنا على عدوه وعدونا، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وكم بعض العلماء يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها للحاكم، فندعو سبحانه أن يولي علينا خيارنا وأن يكفينا شر أسرارنا وأن يرفع مقته وغضبه عنا سبحانه. اللهم من أراد للإسلام عزا فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أراد بالإسلام كيدا فكده يا رب العالمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزا الله شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبات وعلى هذه المحاضرة القيمة التي طوف بنا فيها حول واقع بلدنا عموما وواقع بلدتنا خصوصا، وما أحوجنا إلى تطبيق هذه المعاني العظيمة التي ذكرها شيخنا الفاضل لكي تكون واقعا عمليا نلتمسه، فجزاه الله خيرا وجعل الله ذلك في ميزان حسناته وحسناتنا يوم أن نلقاه. كما أننا أيها الأحبة في الله ننبه على الإخوة أنه ما زال باب التقديم مفتوحا في المعهد العلمي في مسجد الإمام البخاري، ويكون التسجيل يوميا من بعد صلاة العصر إلى بعد العشاء بساعة، توزع استمارات التقديم من بعد صلاة العصر إلى بعد صلاة العشاء بساعة، وهذا هو أول يوم من أيام الأسبوع العلمي. وإن شاء الله يعني نحاول نحن الإخوة تدعو غيرها لكي نكثر سواد المسلمين ولكي ينتفع الجميع، وما زال يعني معنا المحاضرات إلى آخر الأسبوع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة مع نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.